أهلا بكم من جديد. التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد آل حمدان على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، كل من مدير عام منظمة العمل الدولية السيد جاي رايدر ومدير عام منظمة العمل العربية السيد فايز المطيري ومجموعة من وزراء العمل ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمجلس الإدارة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، وكذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون المثمر القائم بين مملكة البحرين والدول الصديقة والمنظمات ذات العلاقة. كما قام حمدان والوفد المرافق خلال تلك اللقاءات باستعراض أحدث المبادرات الريادية التي اتخذتها المملكة في مجال توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك الجهود التي تبذلها البحرين في مجال تطوير وتحديث النظم والتشريعات لتحقيق المزيد من المكاسب العمالية في مملكة البحرين انسجاما مع معايير العمل الدولية، فضلا عن توفير كافة السبل التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة للأطراف في الإنتاج الثلاثة ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مؤكدا أن كل ما حققته مملكة البحرين من منجزات عمالية مشهودة إنما جاءت بفضل توجيهات سديدة للقيادة الحكيمة والسياسات والبرامج التي تطبقها الحكومة والتي كان لها الأثر البالغ في تعزيز بيئة العمل المنتج وربط هذه المبادرات بأهداف التنمية المستدامة المعتمدة في الأمم المتحدة. من جانبهم أبدى كبار المسؤولين ورؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس إدارة المنظمة إشادتهم بالمنجزات والمكاسب العمالية المتحققة بمملكة البحرين ونوعية المبادرات التي نفذتها المملكة لتنظيم سوق العمل البحريني بما يحفظ حقوق أطراف الإنتاج والتي تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة.